الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة 27: المندوب عيني وكفائي. المندوب عيني وكفائي، مثل الواجب، الواجب عيني وكفائي، وكذلك المندوب عيني وكفائي. فمن المندوبات ما هو عيني كنوافل الصلاة القبلية والبعدية، يطلب من كل أحد أن يفعلها ندبا، فلا يقوم غيرك مقامك فيها، وكقول الحمد لله إذا عطست فإنه مندوب عيني عليك، وكأذكار الدخول للخلاء وللبيت وأذكار الصباح والمساء، كلها من المندوبات العينية، وكقراءة القرآن نفلا، وكتحويل العباءة في صلاة الاستسقاء أيضا هذا مندوب عيني، فلا يكتفى بفعل البعض عن فعل البعض الآخر. ولكن هناك مندوبات كفائية، هناك مندوبات كفائية، كابتداء السلام إذا كنا جماعة، فإذا سلم من الجماعة واحد فإنه يكفي، أما رد السلام فهو واجب كفائي، ونحن نتكلم الآن عن المندوبات الكفائية. فابتداء السلام إذا كنا أربعة، مو بلازم الأربعة كلهم يقولون السلام عليكم، لو قال واحد من الأربعة السلام عليكم كفى، لأنه مندوب كفائي. وكتعليم ما زاد، وكتعلم ما زاد على المقدار الواجب من العلم، هو مندوب كفائي، إذا قام به طائفة من الأمة سقطت المطالبة عن الباقين، وهكذا.